بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، مع كتاب الله وفي سورة المائدة، وعند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم إلى آخر الآية. هذه الصفات هي صفات أولئك الذين يريد الله لهم البقاء، فالأمة تبقى وتبقى قوية في رضا الله إذا ما توافرت فيها هذه الصفات: أفراد يعرفون ويؤمنون ويشعرون بأن الله يحبهم. واحد ماشي كده وحاسس إن ربنا بيحبه، ده يولد له إيه؟ الثقة بالنفس، والثقة بالنفس هي أساس النجاح. خلي بالك، انت حاسس ان ربنا بيحبك وفي واحد بيقول لي: يا مولانا انا حاسس ان ربنا غضبان علي. حالته ايه اللي حاسس ان ربنا غضبان عليه؟ مضطرب. يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذروا. اللي حاسس ان ربنا لا يحبه يحسب كل صيحة عليه ازاي وهو ماشي كده تشنكل، ومن شفت اهو ربنا بينتقم منه. روح البيت لقى الست زعلان، ها اهو في ايه؟ قالت له: الواد مريض. اه وانا ما قلت، بدا هي باينه من اولها. يحسبون كل صيحة عليه. لا، المؤمن مش كده، المؤمن مش كده. المؤمن لما هو ماشي اتشنكل في الحجرة دي فالحمد لله، عجب امر المؤمن إن أمره كله له خير. إذا أصابته ضراء صبر، وإن أصابته سراء شكر. أقعد المؤمن ما يحسبش بقى كل صيحة عليه وإن ربنا كأنه واقف له على الوحدة وبينتقم منه، وكل ما يحصل حاجة كل ما يولول ان ربنا ضده. لا، الامة التي يرضى عنها الله للبقاء هي امة تثق بنفسها، وهذه الثقة جاءت من انها تشعر وتعلم وتتيقن وتعتقد ان الله يحبها. فاذا ما اصابتها الضراء صبرت وشكرت، حتى إن الشكر في الصبر عبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الحمد لله على كل حال. يعني لما يقول الحمد لله بس يبقى سراء، لما يقول الحمد لله على كل حال يبقى فيه ضراء. جت مصيبة ونزلت ويقول الحمد لله على كل حال، في حاجة حلوة حصلت يبقى الحمد لله. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. شوف الكلام، شوف الكلام. يحبهم، جاية بقى كده تعمل لك ثقة تخرجك من طائفة أولئك الذين يحسبون كل صيحة عليهم، تحول وتقرأ الكون لصالحك
فإن تعثرت في الطريق قلت الحمد لله، وإذا ذهبت فوجدت الست قلب بوزها ومنكد عليك، قم تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فتقول لك ده الولد مريض واللهم اشفه. شوف حلاوة كله: رضا، توكل، تسليم، دعاء، شكر، ذكر. ادي حال المؤمن. حتى الشوكة يشتاكها المؤمن، يعني له بها ايه؟ ثواب. طيب انا ثوابي كتير، قال يرفع بها درجة ويحط عنه بها خطيئة ويعطى له بها أجر. يبقى إذن ما هيش فقط الحكاية محو سيئات ولا إضافة حسنات، ده كمان في رفع درجات. وانت ماشي مع ربنا كده تقرأ الكون بهذه الصفة، يبقى قراءة من يرى أن الله يحبه. ومن هنا يأتي كلام بقى المسلمين كما علمهم رسول الله وعلمهم الأئمة وكذا: الخيرة فيما اختار الله. الخيرة كده فيما اختار الله. وهكذا الصفة الأولى للأمة الباقية المرضي عنها من الله سبحانه وتعالى: والله يعطينا فرص العودة والتوبة ويمد لنا ويجوز أن نرجع إلى هذه الصفات، فنعلم ونتيقن ونشعر في قلوبنا بحبه لنا، حاجة سهلة، ثم بحبنا له. يبقى إذن في عطاء هنا، يحبهم ويحبونه. روابط الأخوة فيما بيننا: وكونوا عباد الله إخوانا أذلة على المؤمنين. هذه الأخوة أظهرها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في داخل الأسرة، فتصفه عائشة رضي الله تعالى عنها فتقول: كان في مهنة أهله. أخرجه البخاري. مهنة، مهنة، الاثنين لغتين جايزتين كده، إنما اللي في البخاري كان في مهنة أهله، صح. ف يعني في مهنة أهله، إيده في إيده، أذلة على المؤمنين. كان يرقع ثوبه ويخصف نعله. إيه ده؟ ده حال عالي قوي. خلي بالك أنت بتتكلم عن سيد الخلق، عن المصطفى، عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أنت بتتكلم أيضا عن قائد الجيوش، وبتتكلم عن قاضي قضاة المسلمين، وبتتكلم عن زعيم الأمة، وبتتكلم عن المعلم الأول، وبتتكلم عن سيد الخلق. ما فيش يعني حاجة كده من الفخفخة الملوكية كده، يعني ملوكية غلط، لأن النسبة تعملها للمفرد تقول ملكية. ما فيش حاجة كده نسبة إلى الملك، يعني اللي هو جاي من الجمع بتاعه ملوك، لا، ده نبي، ده أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم. إنما يا أخي كانت عليه مهابة صلى الله عليه وسلم، وكان عليه جمال، ومثلك لم تر قط عين، وأحسن منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، عليه الصلاة والسلام. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه.
إذن فهذا السيد علمنا كيف نكون فيما بيننا داخل الأسرة من أولئك أذلة على المؤمنين. وكذلك في حق الجار. وكذلك كان بلال وسلمان وصهيب يجلسون في مكة، فمر عليهم أبو سفيان وقد أسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن أبا سفيان رضي الله تعالى عنه كان يحب الفخر، فقال: ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. يعني أعمل كده، خلي بالكم أنا سيد قريش. طب ماشي، عطل وضعه يعني. فلما مشي على دول، خلي بالك مين هم؟ بلال، سلمان، صهيب، على فكرة كلهم كانوا تحت الرق وكلهم اعتقوا، وبلال اللي اعتقه سيدنا أبو بكر. فماشي سيدنا أبو سفيان، فعايزين يعني يقولوا كلمتين كده، فقالوا: نرى أن سيوف المؤمنين لم تأخذ حقها من دماء الكافرين. تاخد بالك برضو ما يصحش. سيدنا رسول الله يعني شوف بقى، ها الفرق بين دول أسياد الخلق، سلمان بلال وصهيب، دول أسياد الخلق، فائز بيهم يقولوا الكلمة دي. فذهب أبو سفيان إلى أبي بكر حزين وقال: أيرضيك ما قاله أصحابك؟ فذهب إليهم أبو بكر وقال: ماذا قلتم للرجل؟ إنه شيخ العرب، أو أغضبتموه؟ سيدنا أبو بكر عايز يعلمهم الحاجة اللي إيه؟ يعني الرقية، بس قالها لهم بإيه؟ بشدة. وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحكى له، فقال: يا أبا بكر، إياك أن تكون قد أغضبتهم، فإن كنت قد أغضبتهم فقد أغضبت الله. أبو بكر ما يقصدش، أبو بكر يقصد إنه يعلمهم. فذهب وقال: يا إخواني، أغضبتكم؟ قال: لا، عفى الله عنك. وإلى لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.